مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم أبرز العناوين. المغرب يسجل 1888 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. عودة المغرب إلى توقيت غرينتش ابتداء من يوم الأحد المقبل. تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بسجن القصر الكبير. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي عن تسجيل المغرب ل 125 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1888 إصابة، في حين تم تسجيل 14 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 217، بدون أن تسجل أي حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية. وقد أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تسجيل 5 حالات مصابة بفيروس كورونا في سجن القصر الكبير نهاية الأسبوع الماضي. وفي بلاغ للمندوبية قالت أن الأمر يتعلق بموظف يقوم بمهمة السياقة. الحالة الثانية تتعلق بسجينة تم إيداعها بالمؤسسة يوم 8 أبريل الجاري، بالإضافة إلى سجينة مخالطة للمصابة. كما تبين أن 3 موظفات تعانين من بعض الأعراض ليتم اكتشاف أنهما مصابات بالفيروس بعد إخضاعهما لتحاليل مخبرية كانت نتائجها إيجابية. أصدرت الحكومة المغربية قرار العودة إلى توقيت غرينتش بتأخير 60 دقيقة عند حلول الساعة 3 من صباح الأحد المقبل 19 من شهر أبريل. وعلى خلفية تسللهم إلى إقليم شفشاون سرا، تم توقيف 37 شخصا إلى حدود أمس الاثنين بشكل متفرق على مستوى جماعات تابعة للإقليم، وقد تم إيداع الأشخاص المذكورين بمؤسسة دار الطالب بمركز فيفي لقضاء فترة الحجر الصحي لضمان التأكد من سلامتهم. ومع اقتراب الموعد المحدد لرفع حالة الطوارئ الصحية، خرج وزير الصحة خالد عطال بخطاب لا يبشر بقرب انتهاء الحجر المنزلي، وأوضح أنه في هذا الوقت رفع حالة الطوارئ الصحية يبقى مرتبطا بالحالة الوبائية بالبلاد ومؤشر إعادة انتشار الفيروس، للتأكد من أن خطر العدوى من شخص للآخر منخفض. نهاية النشرة، إلى اللقاء.